والشرك ده قدر كيف ذنبه وجريمته. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. شرك، لا ذنب أعظم من الشرك يا شباب ويا أعمام ويا آباء. تقابل ربنا بأي ذنب، أي ذنب دون الشرك فأنت تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك ثم إلى الجنة إلا الشرك. فإن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قدر الواطة ذنوب حقتك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله للعبد حينما يرى العبد النار والعذاب، يقول له: لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ قال: نعم يا رب. قال: لقد أردت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أبيت إلا الشرك، دي دعوتنا اللي بندعو لها الناس.